عادت الفعاليات البحرية إلى شواطئ إمارتنا الحبيبة مع بداية موسم السباقات البحرية، والتي اكتست بها شواطئ دانت الدنيا دبي، والتي أيضا احتفت بانطلاق الموسم الجديد 2023-2024 من خلال سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدم، بتنظيم طبعا من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. راح نتعرف أكثر عن هذا السباق في فقرة إماراتنا. نعم مشاهدينا، رحبوا معي بضيفي في الاستوديو سعادة محمد عبد الله حارب الفلاحي، وهو المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك لتسليط الضوء أكثر على فعاليات الموسم الجديد والحديث المتجدد عن السباقات والمشاركات المحلية والدولية للفريق التابع للنادي. سعادتك أهلا وسهلا فيك. الله يرحبك فضلة، ومشكورين ما قصرتوا على إتاحة لي الفرصة أني أكون رواد هذا البرنامج جدا جميل. الله يسلمك، بالعكس هذه فرصة لنا بتواجدك معنا في الاستوديو. أكيد بداية سعادتك يا ريت لو تكلمنا عن الجهود التي سبقت انطلاق فعاليات الموسم اللي هو الشهر الماضي، وحرصك في النادي أيضا على استقصاء الآراء ودراسة التحديات من خلال الخطة الاستراتيجية للنادي، وكيف بدأت الفكرة وما هو الهدف منها أيضا؟ هي عملية تنظيم الفعاليات الرياضية بشكل عام يخفى على الجمهور شو التحديات اللي موجودة فيها. واليوم رؤية مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على أساس تكون المنظومة منظومة إدارية بحتة خارج من إطار الرياضة بشكل عام. اليوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسس من قبل قياداتنا الرشيدة على أساس أنه يكون له فريق العمل المتكامل، ويدار من قبل هذا الفريق العمل بأساليب علمية متطورة مثل ما نقول. فمنظومة الاستراتيجية التي تنبثق من مجلس الإدارة وتنزل إلى الإدارة التنفيذية، ومن بعدها تتحول من أفكار واستراتيجيات إلى خطط تشغيلية في صميم العمل اليومي للإدارات نفسها. فالفكرة هذه أن يكون عندك خلنا نقول أفكار ومبادرات واقعية وآليات لقياس هذه المبادرات الواقعية على أساس التطوير والاستدامة في العمل الرياضي نفسه. فاليوم نحن تبارك الرحمن في بعد إنشاء الخطط الاستراتيجية وصلنا لمرحلة ثالث سنة تقريبا من بعد المنظومة هذه، وفي نفس الوقت عندنا خطط للتواصل مع الجمهور، وعندنا خطط كذلك للتواصل مع المستفيدين اللي هم المتسابقين لأخذ رأيهم والاستبيانات الموجودة واللي تحث من التعامل خلينا نقول التواطؤ بين المتسابق والمنظم نفسه. صحيح. نعم سعادتك، بداية أكثر من رائعة حقيقة في تنظيم أول سباق حمل العديد من المؤشرات والمعاني، أيضا أولها حفظ التراث، وثانيها أيضا إتاحة الفرصة للناشئين والشباب، وذلك لصقل مهاراتهم عبر قوارب صغيرة اللي هي 22 قدم. شوف، لا يخفى عليك ولا على جمهورك الكريم بأن الرياضات البحرية التراثية كان وراها خلينا نقول رؤية بعيدة المدى من صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الله يرحمه ويغفر له. هو من استحدث هذه الفئات، بالذات الفئة 60 قدم ومن بعدها 43 إلى ما وصلنا إلى 22، والهدف منها أنه يكون في تسلسل لترسيخ الموروث المحلي، تسلسل بالأجيال. فيبتدي عندك أنت من الناشئين والشباب والمهتمين في هذا الرياضة أن تدخل رياضات الشراعية التراثية من هذا الباب وتنطلق إلى المراحل السنية الأكبر. اليوم بواقعية كلام نحن نرى المنظومة هذه ناجحة وتستجد في كل سنة. ليش أن احنا نتكلم من هذا الباب؟ مثل ما تفضلت أنت في بداية حديثك، الاستراتيجيات والاستبيانات تدل على أن الرياضة هذه اليوم نحن نقع على عاتق الأجيال الجديدة اللي تعلمت الرياضة هذه. صحيح. ونلاحظها ما بس أنها ابتدت من 22، أصلاً وصلت أوريدي 60 قدم، ومش فقط في الجانب الرياضي، حتى في الجانب التنظيمي كذلك اليوم الأجيال تتابعت.
وأخذت الموروث هذه وياس تجتهد فيها وتطورها للأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. روح وياك من الناشئين سعادتك وإلى ترقب كبير حقيقة لعودة السباقات القوية هالأسبوع بالنسبة طبعا خلال الفئات الأكبر سنا لأكثر شعبية منها منافسات القوارب 43 و60 قدم أكيد. سعادتك السؤال هنا كيف هي الاستعدادات لهذه السباقات؟ هي طال عمرك الاستعدادات تكون بين الشركاء الاستراتيجيين أولا لتحديد الأهداف لإقامة السباق والتحديات الموجودة خلنا نقول القضايا اللي لاحظناها في السباق الموسم اللي فات. نعم. وكيف تحسينها وتطويرها وتذليل الصعاب في نفس الوقت. اليوم الحدث نفسه لا يقام من قبل نادي دبي دول الرياضات البحرية فقط، لكن يقام من قبل مجموعة من المؤسسات الحكومية اللي تساند إلى إقامة هذا الحدث وإنجاحها، إن كانت من الجهات الإعلامية وأنتم منها ما شاء الله جزاكم الله خير، شرف لنا أكيد. وكذلك الجهات الأمنية شاكرين جهدهم، إن كانت شرطة دبي ولا الجناح الجوي ولا كذلك تلفزيون دبي. فالمنظومة هذه تبتدي أجندتها باجتماعات دورية ما قبل الموسم لتحديد الخطط والأهداف المرجوة، كذلك بتوجيهات من مجلس دبي الرياضي على أساس أن نحن نقيم هذه الأحداث في الأماكن الترويجية للإمارة نفسها، المشاريع الاستراتيجية الجديدة كيف نسلط الأضواء عليها من جانب السباقات نفسها. وهذا يدل على التعاون الموجود ليس فقط في القطاع الرياضي، كذلك في الأمني الإعلامي الاستراتيجي للإمارة كذلك. نعم. طيب سعادتك موسم حافل وطويل بلا شك ينتظره عشاق الرياضات البحرية في دبي، لو نتعرف أكثر على جهودكم في خدمة مختلف شرائح المجتمع أكيد وتوفير أيضا الفرص الكبيرة للتنافس والتعرف أيضا عن كثب على بعض الرياضات البحرية لديكم هناك في مثل ما تعلمون أنتم، يعني أجندة نادي دبي الرياضي دائما حافلة من الفعاليات الرياضية التراثية كذلك. نعم. الحديثة وكذلك الأولمبية، وفي الآونة الأخيرة أضفنا لها اللي هي الرياضات المجتمعية، وهذه الرياضات المجتمعية نالت اهتمام كبير من المجتمع في الإمارة كذلك وخارج الإمارة. نعم. اليوم دائما نحن نحاول نبتدي أجندتنا الرياضية بالفعاليات التراثية مثل ما أنتم ملاحظين معنا. نعم. 22 و43 والتسلسل هذا دائما الفعاليات الحديثة تكون على نهاية السنة بداية السنة الجديدة، لأن الأرصاد الجوية تكون مناسبة أكثر للمحركات، منها الفعاليات المجتمعية. وخلني أسلط على فعالية صيد السمك بالكاياك، هذه من الفعاليات جدا جميلة. لا يخفى عليك احنا في دولة الإمارات نحن خليط من المجتمعات الموجودة وفي جميع من الجنسيات، لكن اللي ارتئينا في هذه الرياضة تواجد كل أطياف المجتمع، تواجد العامل الفقير واللي عنده إمكانيات كبيرة تنافس في هذا السباق، بالذات هذا السباق يعني تحصل الأجنبي الغير مواطن والمواطن كذلك يتنافسون في ميدان واحد، وهذا من جمالية السباق هذا. نحن يعني لازم نسلط الأضواء على تركيبة المجتمع الموجودة عندنا، المواطنين الموجودين وكذلك الأخوان المقيمين الموجودين، فهذه الفعاليات لمتهم كلهم فأصبح ما في حدود بيننا وبينهم، وهذا الشيء الجميل في هذه الفعالية. كذلك صيد السمك اللي هو للأخوان المواطنين الشنعد والسيتشل، هذه رياضة في الآونة الأخيرة أخذت اهتمام كبير من الجمهور، لكن الشيء الجميل وأعتقد تكلمنا فيها في قناتكم الموقرة أن فيها حلقة مغلقة، صيد السمك اللي ينصاد يروح للجمعيات الخيرية أو جمعيات السماكين، ومنها ريع هذا السمك يرجع إلى الجمعيات الخيرية، فأصبح عندك أنت الحلقة المغلقة من بين الأخوان اللي يصيدون، من بين الجمعيات صيد السمك اللي يبيعون السمك الزايد، ومنها إلى الجمعيات الخيرية اللي تساهم في المجتمع. يعني فعالية جدا جميلة ويجب الواحد أنه يوقف عندها ويتمعن في فكرته ويحاول أن يكرر السيناريو هاي في فعاليات أخرى. أهداف سامية سبحان الله، يعني دائرة مثل ما أنت تفضلت سعادتك، فعلا منظومة متكاملة أنا أشوفها هدفها الأسمى
مش هو فقط أن الفوز بالسباق أو صحيح. تنظيم معين أو شيء، فالهدف الأخير أن الريع الأسماك هذه يذهب للناس المحتاجة، صحيح نقول واللي تحتاج لهذه المبالغ. أكيد كثيرا ما تكون سعادتك دبي محطة للعديد من البطولات العالمية والدولية، وهي الدولية ومحطة أنظار العالم كلهم. يعني حدثنا طال عمرك عن الفعاليات المرتقبة اللي راح تشهدها إمارة دبي دانة الدنيا في موسم 2023 و2024، ما هو الجديد؟ الجديد اليوم إن شاء الله بتكون في سباق اللي هو السير جي بي تحت رعاية الإخوان في بي أند أو، وهذا بيكون في موسمها الثاني، وهي من البطولات العالمية للشرائع الحديث. نالت الإعجاب السنة اللي فاتت وتم إعادتها السنة هذه، وإن شاء الله بتكون بمنظوم مختلف بالتعاون وشراكة مع نادي دبي في هذا السباق. سباق عالمي وبطولة عالمية، وتختلف شوية عن السباقات اللي نحن متعودين عليها. نعم. هذه سباقات شراعية أحجام كبيرة بنظام الفويل، وهذه استحداثات جديدة في هذه الرياضات. هذه من الرياضات اللي إن شاء الله مرتقبة بتكون على أجندة إمارة دبي كاملة. بالنسبة نادي دبي الرياضي، نحن اليوم نقيم الفعاليات ونحاول نغطي كل أشكال الأحداث الرياضية. السباقات البحرية متنوعة وكثيرة، لكن نحاول نسلط الأضواء في أجندتنا على فئة معينة من هذه السباقات بغرار عن التراثي. التراثي هذا مثل ما يقولون حلقة مغلقة، نحن نقيمها بشكل مستمر. لكن الفعاليات الحديثة، عندك الشراعي الحديث، عندك الكايت سيرف كذلك اللي هي نحن نسميها الألواح الطائرة، عندك التجديف الأولمبي أضيف السنوات الأخيرة في أجندة نادي دبي، كثير من الفعاليات. بس أنت لازم تحط في بالك أن الأجندات الرياضية البحرية مقيدة قليلا، وإذا قلنا كيف مقيدة، الموسم الرياضي من شهر 9 إلى شهر 5، وفي هذه الفترة تعرف من شهر 5 إلى شهر 9 الصيف ودرجات الحرارة عالية جدا. نعم. في هذه الفترة يوجد أندية على شواطئ دولة الإمارات كثيرة، وفي تنافس على الأيام المخصصة، كذلك التنافس بيننا نحن والأرصاد الجوية. صحيح. شمال صحيح. هو موية، فما دائما تقدر تغطي، فنحن ملزمين بعدد معين ونحاول أن ما نتجاوز هذا العدد على أساس أن تعطي فرصة حق الأندية الأخرى اللي عندها أجندات تطبقها في هذه، ويكون ما يكون في تضارب، والمتسابق نفسه عنده فرصة أن يحضر لكل سباق. نعم. طيب ساعتك قبل أيام كانت زوارق الإمارات في فرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري في مهمة عالمية خلال جائزة إيطاليا. يا ريت لو تكلمنا أيضا عن مشاركة فريق الفيكتوري العريق حقيقة، واللي يمثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهو حقيقة ما يمثل نادي دبي فقط، يمثل الإمارات كلها أصلا. وشو حظوظ الإمارات أيضا والفيكتوري تيم، وتقييمكم أيضا للنتائج اللي تحققت إلى الآن؟ مثل ما أنتم عارفين، بعد انضمام فريق الفيكتوري تيم تحت مظلة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بقرار سامي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يطول بعمره، وأصبح اليوم الفيكتوري هو عبارة عن وحدة تنظيمية في النادي، فتوسعت رقعة النادي في الرياضات البحرية من جهة تنظيمية إلى جهة تنظيمية ومشاركة في نفس الوقت. لكن الشيء الجميل أن مشاركاتنا على حسب قرار إنشاء الفيكتوري هي مشاركات في البطولات الدولية. في الفترة الأخيرة بعد جائحة كورونا، معظم النشاطات أو خلنا نقول معظم الأحداث الدولية أصبحت شوية في ركود مقارنة بالسنوات اللي قبلها. صحيح. بعد الانضمام هذه وضم الفيكتوري بشكل رسمي وضم الموظفين والأصول تبع الفيكتوري، خذينا نحن تقريبا سنتين توقفنا من المشاركات في البطولات العالمية، ورجعنا السنة بالمشاركة في فئة الفورمولا 1 بعد تقييمنا للبطولة وحجم البطولة، ورجعنا بالمشاركة فيها. كان هدفنا أن نرجع في البطولة هذه بمستوى متوسط على أساس عرفت اليوم الخيول تربع، إذا ما تربع وياها راحت عنك. نعم. فكان الهدف أن نحن نشوف وضعنا في البطولة هذه، لكن تبارك الرحمن
من أول جولة اللي كانت في إندونيسيا ومن بعدها الصين فرنسا واليوم إيطاليا والجولة الأخيرة في الشارجة، اكتشفنا أن نحن من المنافسين على منصات التتويج، يعني في إجمالي أو خلنا نقول في ترتيب الأفرقة، مش الأفرقة، في ترتيب الفردي كنا الثاني إلى بطولة إيطاليا اللي هي رجعنا إلى الثالث بسبب عطل في المحرك. فهذا يدل على أن المنظومة أو منظومة الفيكتوري تيم منظومة متطورة لدرجة أنك لو توقف عن المنافسة وترجع ترجع مع الكبار. صحيح، وهذا هذه سمة الفيكتوري تيم، وهذه بالفعل هذه سمة الفيكتوري وسمة الفريق العمل الموجود فيه اليوم. من يكون المؤسسة هو التيم ورك اللي موجود عندك والكوادر اللي موجودة والعطاء اللي ما يوقف من العمل اللي موجود. فلاحظنا ان احنا رجعنا وقاعدين ننافس الاخوان في البطولات هذه. في بطولة الأفرقة نحن حاليا الرابع بعد فريق بوظبي وبعد فريق الشارجة. فتلاحظ ان الشارجة بوظبي دبي نحن نمثل ركيزة هذه السباقات ونحن اللي متصدرين فيها. فهذه دلالة على النمو السليم للرياضات الموجودة عندنا نحن في دولة الإمارات. نعم، وفيما أو على طاري الفيكتوري تيم، هذا الفريق اللي حقيقة نحن نتابع من يوم ما كنا صغار، حتى مش يعني حقيقة أنت يعني الفيكتوري تيم وإنجازاته، تفضلت قبل قليل سعادتك بأن هناك استراتيجية وسر، خلنا نقول أنا متأكد أن في خلف هذه الأعمال وهذه النجاحات هذه الإنجازات اللي تسجل باسم فريق الفيكتوري تيم، تسجل باسم إمارة دبي، بلا شك هناك سر، هناك يعني صحيح. عمل كبير حقيقة. السر بسيط طبعا. أيوة، هذا هو اللي أنا كنت بسألك فيه. السر هو العمل المتقن والمحترف. اليوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فريق العمل مختص في مجال، يعني ما أننا نحن هواة في هذا المجال، الموظفين كلهم متفرقين لهذا العمل. عندنا منظومة وظيفية وهيكلة وظيفية تخدم الرياضات البحرية. يعني أنت لو تلاحظ، لو تعمل مقارنات بين الأندية الموجودة في الرياضات الأخرى، بتلاحظ أن الفريق الإداري اللي موجود في النادي موظف في مكان أو ينتسب إلى جهة أخرى، يعطي ما يقارب 25-30% من وقته في هذه الرياضة. يعني السبب الرئيسي الأول عندكم التفرق. التفرق، نحن كلنا من المدير التنفيذي إلى آخر موظف نحن مفرغين، تفريق كامل لهذا العمل. هذا عمل مؤسسي كامل يعني، وهذا الصح، وهذا أكيد. فهذا يعطيك العطاء. إضافة إلى اليوم الفيكتوري كمؤسسة، ويرجع الفضل إلى القيادة الكريمة اللي رأت هذا وطورت الموضوع هذا داخليا، منظومة كاملة. يعني خلنا نقول الخدمات الموجودة في الفيكتوري ما تحصلها في أي فريق آخر عالميا، إن كان من المنشأة نفسها، إن كان من الإدارات الداخلية، خلنا نقول الخبرات الموجودة داخلية لتطوير العمل، السباقات أو المشاركة فيها، من الجانب الهندسي للتصنيع إلى الجانب الميكانيكي، من الجهات الصيانة أمور. يعني تتفاجأ لما تدخل الفيكتوري وأنت ما عندك علم فيها وتشوف، تقول هذا مش موجود في أي مكان ثاني. وفعليا يعني في كثار أو أفرقة كثيرة عالمية تدخل الفيكتوري تنبهر بالأشياء اللي موجودة فيها. طبعاً فيكتوري تيم من بداياته سعادتك ولد فريق بطل، يعني هون ولد من أول سنة جاب بطولة. ولا يخفى عليك نحن شعب منافس. الحمد لله. قيادتنا تطلب مننا أن نحن الأول. نعم. ونحن دائماً نطمح أن نكون الأول، مثل ما يطمح سيدي صاحب السمو الشيخ محمد. عسى عمره طويل. آمين. نعم. طيب سعادتك، بعد هذه العودة الموفقة لأسياد البحار كما يحلو أن يطلق على الفريق، هل هناك توجه أيضا لخوض التحدي في فئات أخرى، مثل ما يعني عرف بها الفريق مسبقا، مثل زوارق الفئة الأولى، إكسكات، الدراجات المائية وما إلى ذلك من السباقات؟ هو حاليا نحن مثل ما قلت لك ابتدينا في فئة الفورمولا، وإن شاء الله بعد ما نخلص الموسم بنهاية سباق الشارجة، وفي نفس الوقت رانا نحن نطلع على كل البطولات الموجودة.
البطولات الدولية في فئة الكلاس 1 اللي في أمريكا، كذلك الأكس كات، كذلك السوبر ستوك. هاي بطولات ياسين راقبها عن كثب. أهم النقاط لتقييم البطولة هي الاستدامة، استدامة البطولة، وأنها تكون على منظومة دولية وتحت مظلة دولية. فالبطولات كثيرة، لكن ما نبغى نتشعب كثير، نبغى ندخل فئة فئة، نثبت وضعنا في هذه الفئة ونحن ننطلق إلى الفئة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. ساعتك الواحد يعني الواحد يقول ما شاء الله بداية، لأنه يشوف نادي دبي للرياضات الدولية للرياضات البحرية، أكيد إنجاز تلو إنجاز ثم يتلوه إنجاز، إنجازات ما توقف ما شاء الله تبارك الرحمن. فيضربك الفضول أحيانا حقيقة، تقول في خاطرك يعني هذه الإنجازات يعني والبطولات هذه كلها والتنظيم، تنظيمات الأكثر من رائعة الدولية اللي صعب حد ينافس إمارة دبي في تنظيمها أصلا وفي نادي دبي تحديدا، يعني ما واجهوا تحديات معقولة؟ يعني ما جتهم عوائق، ما جتهم مشاكل، الله يبعد المشاكل، ولكن تحديات ولو كانت موجودة كيف كان التغلب عليها؟ كيف كانت استراتيجية التغلب على هذه التحديات؟ كيف كانت؟ انت نحن كنادي دبي دول الرياضات البحريه يميزنا التحدي. اليوم العمل المؤسسي والتنظيم المؤسسي هو اللي يسهل عليك الصعاب كلها، هذه نقطه. النقطه الثانيه خذها قاعده، العمل بدون خطا لا يكون عمل، لازم يكون في وارد الخطا. ما نشوف انزين هالاخطاء، لازم ما نشوف. انت ترى حسب كذي انا اقول لك ما نشوف ما شاء الله انجاز يتلوه انجاز، ما نشوف في نادي دبي الرياضي غير الانجازات. السبب شيء واحد، السبب بسيط، الاداره الموجوده برئاسه، او خلينا نقول النادي بشكل عام برئاسه مجلس ادارته تحت مظله سعاده احمد بن مسحار، دائما ننظر لنفسنا ان نحن مؤسسه خدميه، دورنا خدمه المجتمع. فما دامك انت جالس تخدم حد غيرك فدائما تسعى انك انت ترضي، وتسعى انك انت تعطي مش 100% 150%. صحيح، فهذا هو هدفنا وهذا توجهاتنا. يعطيكم العافيه، الف عافيه حقيقه، وكل الامنيات بالتوفيق لكم في قادم ان شاء الله السباقات. سعادة محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحريه، انا تشرفت بتواجدك معي اليوم. لا بالعكس، الشكر موصول لكم، وانتم دائما داعمينا في الرياضات البحريه، ومشكور لك ولفريق العمل. الله يسلمك، هذه شهاده نعتز فيها حقيقه. الله يبارك. الله يسلمك، شكرا سعادتك. شكرا.